زملائي الأعزاء، حديثي لكم النهاردة هو حديث عملي، لأننا ما بشرحش نظريات ولا بشرح نصوص قوانين. المحاضرة بتاعتي في كل محاضراتي في محافظات مصر تبقى محاضرة عملية، كيف تعالج القضية، أي قضية، كيف تعالج القضية قدام محكمة الجنايات. بداية من أول ما تستلم ملف القضية، وعشان كده أنا بستسمح حضراتكم بالتركيز الشديد، على أساس إن المحاضرة اللي بقولها أنت هتحتاجها بعد 10 سنين و15 سنة، لأن اللي هقوله لحضراتكم كيفية التعامل مع أي قضية تعرض عليك، تتعامل معها إزاي. وأوعوا تعتقدوا إن التساؤل ده تساؤل بسيط، لأن أنا كما ذكرت في محاضرات سابقة إن أول قضية تجيلي في حياتي من 40 سنة قريتها مرتين ثلاثة بس مش عارف أعمل إيه. هل أقول اللي موجود في قلب الملفات أقولها للقاضي؟ فبقيت أسمع ناس يقول لك لا شوف الدفوع إيه وبتاع، طب إيه أنا مش عارف ده دفوع ولا دفاع. هي دي المشكلة اللي احنا بنحاول نحلها لزملاء الشباب، على اساس ان انت ما تحتاجش انك تسأل حد بعد المحاضرة. يعني اذا اتعرض على حضرتك او على حضرتك قضية مخدرات بعد المحاضرة مش هتحتاج انك تسأل اي حد تعمل ايه. قضية قتل، قضية رشوة، قضية اختلاس، قضية تزوير في أوراق رسمية، كل الأمور دي أنا بقولها لحضراتكم بشيء متخصص. إحنا في المحاضرة السابقة بتاعتي لحضراتكم كنا بنتكلم بشكل عام اللي هو معالجة القضايا أمام محكمة الجنايات. النهاردة الحديث بتاعنا حديث متخصص، كيفية معالجة قضايا المخدرات أمام محكمة الجنايات. حضراتكم لما هجيلك قضية مخدرات، وليكن أنا دايما أتكلم في الشيء الشديد عشان لو جات لك أخف من كده تبقى أنت عندك الإمكانيات خلاص. تعرض على حضرتك قضية جناية اتجار في المواد المخدرة. احنا هنا لما بتجينا القضية ممكن تجي لك قضية بتحفظها وتحفظ الدفوع بس ما تقدرش توصلها للقاضي، تقف ما تعرفش تقف ولا تعرف تتكلم ولا تعرف تناقش القضية قدام القاضي ولا يخرج كلمة من جوفك أبدا. وعشان كده احنا بنقول من شروط الأستاذ المحامي الناجح، كل كلامي عن الأستاذ المحامي الناجح، من شروطه قدام محكمة الجنايات 3 شروط: يجب أن يكون قوي الكلمة أو ضليع الفم، يجب أن يملك قدراً من قوة الشخصية، لأنك ممكن تكون قوي الكلمة أو ضريع الفم بس طيب أنت راجل أمير يعني، طيب مش هتعرف توصل اللي أنت قريته واللي أنت جهزته، مش هتعرف توديه للقاضي.
بيبقى بينك وبين القاضي بتاع 5-6 متر 7 متر مش هتقدر توصله الحاجة، ولو اتكلمت هتبلع نص كلامك. يبقى محتاجين في الأستاذ المحامي أو الأستاذة المحامية الناجحة قدر من قوة الشخصية. الشرط الثالث الاطلاع والبحث، ده أهم شرط أنا بعتبره، لأن الاطلاع والبحث ده بيجعلك تتفوق على أقرانك. تبقوا دفعة واحدة أو زميلك هيترافع معاك وإنت اطلعت وبحثت للقضية اللي هي بتاعتك، أنت بتكون الأقدر قدام القاضي. مليان، مثقف، متعلم، قارئ، الصفات دي بتبقى واقف بقوة قدام القاضي. وكنت أسمع من زملائنا المستشارين يقول لك الأستاذ فلان ده كان تحس إنه واقف على أرض صلبة. يعني إيه؟ يعني بيقف مش مهتز، والمهتز هو الفاضي اللي خد كلمتين كده وراح لواحد زميله أقل منه حتى في الخبرة وقال له أعمل إيه؟ قال له ادفع بالدفاع الفلاني والبطلان القبض والتفتيش لعدم وجود حالة من حالات التلبس. قال له بس، قال له طول كده يروح كاتبه يروح قايله للقاضي. تحس إنه واقف بيترعش. لو القاضي قال له طب كلمني في حالة التلبس يا أستاذ، يتلفت حوالين نفسه هو مش عارف. يبقى إذا الاطلاع والبحث ده شيء مهم قوي. وخلوا بال حضراتكم، الفرق بين المحامي الناجح والمحامي الفاشل هو الاطلاع والبحث. بين المحامي الصغير والمحامي الكبير الاطلاع والبحث. انا في محكمة الجنايات ساعات وانا منشغل في شيء قدامي ابص كده على استاذ محامي يلفت نظره، شاب صغير، أجد يترافع وكأنه يقرأ من كتاب، لا يخطأ في حرف ولا في تشكيل، يترافع ويتحدث وكأنه يقرأ من كتاب. فالناجح ما بيرجعش للسن، في ناس بيبقى لها 50 سنة و60 سنة وما بيقولش أكتر من دقيقة واحدة قدام القاضي، ما عندوش حاجة، ما لا بيطلع ولا بيقرأ ولا بيقرأ القضية. ألاقيه جاي الصبح يوم الجلسة بيقرأ كده، يفتح الورق كده، شغل مجانين قدام القاضي، عاوز بس يقول أي كلمتين يلقطهم من الملف عشان يقولهم، عشان يبقى أصحاب القضية يقولوا ده الأستاذ اتكلم. مش هي دي المحاماة. إحنا حتى اليوم بعد 40 سنة بنمسك ملف في الجناية نقراه 3 و4 و5 مرات. خلاص أجي قدام المحكمة حافظ القضية، حافظ أسماء المتهم ثلاثيا ورباعيا وأسماء الشهود وأسماء ضباط المباحث الشاهدين، كل حاجة بحافظ، حافظ تاريخ القبض على المتهم وتاريخ التحقيق معاه باليوم 15/7/2008. أبقى حافظ كل حاجة بحضراتكم، مش محتاج إن أنا أقرأ من القضية، ما بقاش محتاج. مش هاجي قدام القاضي وأقول له حضرتك كده، لا لا ما عنديش، خلاص القضية هنا. وعشان كده وأنا رايح محكمة الجنايات الصبح لا أقرأ جورنال ولا أتكلم مع زميل ليا إلا صباح الخير صباح الخير، ما بضلش انت في الكلام قبل القضية. دماغي مش دماغي فيها رسم معين، خريطة معينة، حاجة قدام القاضي. وعشان كده أخلص المرافعة ألاقيني بتصبب عرق لأن خرجت كل اللي عندي. أتكلم بقى مع الناس اللي عاوز يتكلم معايا، اللي عاوز يقرأ جورنال، اللي عاوز يقول لي إيه رأيك في القضية الفلانية، ما يمشي بس بعد القضية. هو ده اللي أنا بطلبه من زملائي الشباب.
حضراتكم الاطلاع والبحث مش لازم في القانون بس، لا يعني انا تحت مخدتي او على كومودينو جنبي الكود بتاع قانون العقوبات وقانون الاجراءات وقانون المخدرات، كل ده تحت جنبي عشان ما اقومش بره اجيبهم، لا يعني وانا نايم اقوم، ممكن اقوم على فكره معينه اروح بطلع نص جنبي، هي دي حياتي، هي دي عشتي، هو ده نجاحي. انا لا اتحدث على المحامي الا المحامي الناجح، ما تكونش رقم. وخلوا بال حضراتكم المحامين مش الذكور بس، لا لا لا، انا خرج من مكتبي اشهر محاميه في مصر في جنايات، اشهر محاميه في مصر في جنايات من مكتبي، فما توقفش، لكن هي قدرات وامكانيات، هي قوه انك بتطلع وتبحث هتبقى ناجح انت او انت. وانا اتذكر في قضيه اغتيال انور السادات وانا كنت لسه عيل صغير، وجات لي من عند ربنا، لا حد عرفني ولا حاجه، جات لي كده وحضرت فيها اعترافي، قعدت شهر كامل اقرا القضيه في البيت، لا بقيت اروح شغل، ما انا ما عنديش شغل يعني، كانت الامور ما فيش حاجه، قعدت شهر كامل اقرا القضيه، كانت 36,000 ورقه حفظتها، درجة ان المحكمة ادتنا شهر للاطلاع والاستعداد للمرافعة. مين معانا بقى؟ معانا جهابذة القوانين، كل نقباء المحامين كانوا موجودين، وزير العدل السابق، النائب العام السابق، كل دول كانوا محامين، اعضاء مجلس الشعب كلهم بيعتبروا المحامين وزراء سابقين، كانوا موجودين وبيترافقوا، وانا ولا ذكر، انا لسه يعني بدايه، لسه يعني حتى ما بتوف من الشوارع. جه القاضي بعد الشهر قال انتوا جاهزين؟ فقلت له انا جاهز. فكل الناس استغربت ان عيل صغير شاب صغير زيكم كده في السن يقول انا جاهز، انا جاهز اني قريت وبحثت وحفظت. وعشان كده لو رجعت في النت وبحثت عن قضية اغتيال أنور السادات أو قضية الجهاد، هتلاقي أول واحد اترافع في هذه القضية عبد العزيز الشرقاوي. يبقى النجاح مش بالفهلوة، النجاح بالبحث، بالإجهاد، بالتعب، بالإخلاص، بالأمانة، كل ده. وانا بقول دايما القراءه مش قراءه قانون، لا، انا دايما اقول في كل محاضراتي رسوخك في القانون هو بمدى اطلاعك من خارج القانون. اعرف نجيب محفوظ يديني التصور، تصور الشارع وتصور الحاره وتصور القريه، فقضيه قتل بالليل بنقل المحكمه بالتصور الى مكان القتل، مكان الحادث، واقول له يبقى اذن الكلام اللي موجود في الورق بيخالف الواقع، بيديني تصور. إحسان عبد القدوس، يحيى حقي، كل ده أقرأ الأمور للناس دية، الأدب، أقرأ الأدب، أقرأ، مش لازم تقرأ قانون عقوبات أو قانون جنايات، لا، أقرأ برضو الأدب، هيديك اطلاع ويوسع المدارك بتاعتك. وعشان كده دائما أقول إن رسوخك في القانون هو بمدى اطلاعك من خارج القانون. زملائي الأعزاء، هنا بعض زملائنا يجوا قدام القاضي ويحاولوا يقولوا حاجات غلط في قلب القضية، هي مش في القضية، يقول له المتهم الثاني اعترف، لكن أنا ما اعترفش. أي حاجة بيكذب، بيكذب، إياك والمغلطين، إياكم زملائي الأعزاء والمغالطة. اوعى تفهم ان القاضي اللي قدامك ده اذا كان صغير في السن، يعني بقاله صغير في السن، بقاله 10 سنين في محكمة الجنايات قاضي،
انك هتخمه. بيبقى قاعد كده نايم، بس هو مش نايم، ده هو زي الديب باصص لك. يعني لو احنا قلنا بيشتغل اسبوع في الشهر، هو قاضي كده بيشتغل اسبوع في الشهر 6 ايام يعني، وكل يوم 20 قضية، يبقى لي 120 قضية بيفصل فيهم. في السنة 12 شهر، يبقى 1000، يبقى 144 قضية. يبقى في 10 سنين 14400 قضية. 14400 قضية في 10 سنين. فما بالك بقى لو قاضي عنده 20 سنة ولا 30 سنة ولا 40 سنة قاضي. تيجي انت ومعتقد انه ما قراش القضية وعارف ايه الغلط وعارف ان انت بتكذب ولا بتقول كذب، لا. وعشان كده دايما زملاء اقول لهم اياكم والمغالطة، بيبقى عارف القاضي. وعشان كده لو لقاك ان انت بتغلط وقال لك يا استاذ انت جبت الكلام ده منين، هتتهزم، مش هتعرف تعمل حاجه بعد كده. وهتكون القاضيه مش للقضيه، لا ليك انت كمحامي. يبقى اذا لازم اكون صادق وما اعملش الا شغل الحركات دي. لا لا لا، ده قاضي وفاهم. انت هو انسان يحس باحترامك ويحس ان انت بتستهين بالمحكمه او ان انت بتستهزئ، كل ده بيشعر به القاضي. لو انت محترم واحترمت نفسك بيحترمك، ودائما تكون انت في قله احترام لانك بتجبر الجميع على احترامك. زملائي الاعزاء، في كل قضيه ليها دفاع معين. قضية القتل ليها دفاع مخصص ليها، ما يتقالش قضية المخدرات، ودفوع قضية المخدرات ما تتقالش قضية الرشوة. لكل قضية ليها دفوع معين. وأنا بتمنى إن حضراتكم لما أقول الدفوع بتاع كل قضية تأيدوها، لأن زملائي بعد 10 و12 سنة بيفكروني إنه بيرجعوا للمحاضرة اللي مكتوبة، سواء كانت مكتوبة أو مسموعة، بيرجعوا لها لما بيجيهم قضية من نفس الصنف. إذن الدفوع الواجبة في قضايا المخدرات هي الدفوع التالية. بطلان القبض والتفتيش، بطلان القبض والتفتيش. لبطلان صدور إذن النيابة العامة لعدم جديد التحريات، أدي واحد، ولعدم وجود جريمة قد وقعت بالفعل تبرر صدور الإذن. اثنين، بطلان القبض والتفتيش. لبطلان إذن النيابة العامة لثلاث حاجات بقى. بطلان الإذن بيبطل لثلاث حاجات. واحد، لصدوره بغير الطريقة الذي رسمه القانون. معلش أنا بستسمحكم عشان هعيد تاني للي بيكتبه. بطلان القبض والتفتيش لبطلان إذن النيابة العامة لصدوره بغير الطريقة الذي رسمه القانون، ولصدوره من غير مختص، ولوقوع الضبط والتفتيش بعد انقضاء مدة الإذن أو قبل صدور الإذن. بطلان الضبط، القبض والتفتيش،
لبطلان إذن النيابة العامة، قلنا لصدوره بغير الطريقة الذي رسمه القانون، ولصدور الإذن من غير مختص، ولوقوع القبض خارج النطاق الزمني للإذن. هنا أنا أقف، عشان أنا مش هقف إلا في كل حاجة مهمة أوي. أنا بجد من بعض زملائنا إني يروح داخل قدام القاضي يقول له أنا بدفع ببطلان القبض والتفتيش لبطلان إذن النيابة العامة، يقول له ليه يا أستاذ؟ يقول له لعدم جديد الحرير. الكلام ده غلط. طب الصح إيه؟ إذن النيابة العامة له بطلانين. إذن النيابة العامة له بطلانين، بطلان صدور وبطلان الإذن ذاته. البطلان الأولاني بطلان صدور، بطلان القبض والتفتيش لبطلان صدور إذن النيابة العامة لعدم جديد التحريات، أو لإيه؟ لعدم وجود جريمة قد وقعت بالفعل تبرر صدور الإذن. أدي ده بطلان الصدور. غير بطلان الإذن ذاته. ده بطلان الصدور، يعني لو صدر الإذن دون أن يلتفت مصدر الإذن إلى شرطي الإصدار اللي هو تحريات جدية أو جريمة قد وقعت بالفعل وأصدر الإذن، يبقى الإذن صدر باطلا. طيب الإذن الثاني بقى، البطلان الثاني بقى، بطلان الإذن ذاته. وعشان أعرف إن الإذن ده باطل ولا صحيح لازم أعرف أركان الإذن. هو بعض الفقهاء بيقولوا شروط الإذن، لا أنا بقول لا، هو مش شروط إذن، مش شروط، لأنها مش شروط شكلية. أنا بقول أركان لصحة الإذن. إذا تخلف إحداها بطل الإذن ذاته، اللي هي إيه بقى؟ أول حاجة حضراتكم، هنا يجب أن يصدر الإذن من مختص، دي أول حاجة، يجب أن يصدر الإذن من مختص. الأمر الثاني، يجب أن يكون مدوناً بالكتابة، يجب أن يكون الإذن مدوناً بالكتابة، يجب أن يصدر الإذن من مختص. الحاجة الثالثة، يجب أن يثبت المحقق ساعة وتاريخ الإذن. ونطاقه الزمني اللي هي مدته 3 أيام 24 ساعة أسبوع، في الجرائم بتاع العصابات المنظمة بيدوا بالشهر والثلاث أشهر، عشان على التحريات ما تيجي من بره بهذا الشكل. طيب نرجع بقى لإذن النيابة العامة عشان نبص عليه ونشوفه انه سليم ولا باطل. نشوف الركن الاولاني نتكلم فيه، يجب ان يكون الاذن مدونا بالكتابه، ده اصل عام. الاذن النيابه يجب ان يكون مدونا بالكتابه، لازم يجي لك الاذن ذاته مدونا بالكتابه، اصل عام، ولكن استثناء من الاصل العام. يجوز أن يصدر الإذن شفهياً أو برقياً، ولكن يجوز أن يصدر الإذن استثناءً من الأصل العام شفهياً أو برقياً في حالتين، حالة الاستعجال أو الضرورة. يتبلغ الإذن تليفونياً أو تلغرافياً. نيجي نطبق بقى الركن الأولاني دي على إحدى قضايا الجنايات اللي اتعرضت علينا، وكانت القضية دي
في أسيوط، وكانت المنطقة بتاعتها الوادي الجديد، لأن الوادي الجديد تبع أسيوط. بعد الله، بعد أنا تحت أمركم في أي أسئلة، لكن أنا مش هخلي حد محتاج أسئلة. فحضراتكم هنا السيد ضابط المباحث أثبت في محضره إني اتصل بي أحد مصادر السريين وأبلغني أن فلان الفلاني يتجر في الآثار، يتجر في الآثار ويحوز في شخصه ومسكنه بعض القطع الأثرية، ومنها تابوت فرعوني وبعض المشغولات الذهبية القديمة. وعليه سأتوجه للسيد وكيل النيابة المختص لإصدار الإذن بضبط وتفتيش شخص ومسكن المتحرك. هنا محضر التحريات حضراتكم، احنا قلنا قبل كده في المحاضرة السابقة اني لازم اقرأ ملف القضية بحسب التسلسل التاريخي للأحداث. واول ورقة انا دايما اقولها، اول ورقة بتبقى في الجناية اللي انا بسميها شهادة الميلاد بتاع الجناية هي محضر التحريات. اول ورقة، اول ما حد عاوز يعمل جناية بيعمل، بيبدأها بمحضر التحريات. زي ما قلت لحضراتكم كتب في محضر التحريات اتصل بي احد مصادر السرية وابلغني ان فلان الفلاني يتجر في الاثار وانه يحوز بشخصه وفي مسكنه كمية من الاثار مشغولات الذهبية وتابوت فرعوني قديم، وإن هيتجه للسيد وكيل النيابة المختص لإصدار الإذن بضبط وتفتيش شخص ومسكن المتحرك. الساعة كان كام؟ الساعة 10 صباح يوم 1/1/2018. ده احنا بنمثل، لكن هي كانت من 25 سنة. أنا مش هخلي حد محتاج حد. حضراتكم الساعة 10 يوم 1/1/2018 ده محضر التحريات. هنا وكتب بأن المتحري عنده على موعد مع أحد التجار لتسليم هذه الكمية من الأثار خلال ساعتين. خلال ساعتين هو عاوز ياخد إذن بالضبط والتفتيش، لأنه لا يجوز القبض على أي إنسان في الدنيا إلا إذا كان في إذن نيابة أو في حالة تلبس، فما ينفعش يقبض عليه، لازم إذن نيابة. طيب هو هيسلم الحاجات دي خلال ساعتين عشان يروح لوكيل النيابة في الخارجة، هو في قرية اسمها باريس تبع الوادي الجديد، عشان يروح في قرية في مركز الخارجة في الوادي الجديد يقعد 3 ساعات رايح و3 ساعات جاي، يبقى دي 6. يبقى لو خد الإذن كتابة ورجع يلاقي الراجل بايع الأثار والراجل الأثار باعها للآخرين أو اتهربت بره خارج البلاد. المشرع قال لك طيب عدم إفلات الجاني بالجريمة نوقفه ازاي؟ قال لا لا لا، الأصل العام ده ما يعرقلش تقديم والقبض على الجناه، ما يعطلهمش أبدا. طب نعمل ايه؟ قال لك استثناء من الأصل العام يجوز إصدار الإذن بالضبط والتفتيش شفهيا أو برقيا، بس بشرط إن تتوفر حكاية الاستعجال أو الضرورة. طب مين اللي يقدر بقى ان في استعجال او ضروره؟ المحقق ومحكمه الجنايات تحت رقابه محكمه النقض هم اللي يقدروا. وكيل النيابه يقول له يعني طيب انت هو ايه، يقول له انا الوضع كذا وهيسلم خلال ساعتين.
يقول له طب معاه ايه؟ طب وانت تأكدت من ايه؟ يقول له ايوه وصل لي وانا اتحققت وتأكدت التحريات بتاعتي وقالت انه عنده في البيت الحاجات دي. يقول له متأكد؟ يقول له اه. القضية دي اتمناها كانت جديدة، وزي ما قلت لحضراتكم مفيش حد بيقرأ ولا بيبحث، لكن كان المحامي العام بتاع شمال تاني أسيوط كان راجل حصيف وراجل باحث وقارئ، مستشار محامي العام لأسيوط اتنين. قالوا لا 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 لا، ورئيس النيابة راح متصل بالمحامي العام قال له ده حصل كذا وكذا وكذا، وعلى ما يجي لنا 3 ساعات ويرجع 3 ساعات 6 ساعات نعمل ايه؟ قالوا لا خد عندك اصدر الامر شفوي، قل له انت انت يمليك محضر الاتحادات اللي كذب وانت اكتبه عندك، وبعدين تقول له خد ومليه الاذن نازل للسيد مين معايا؟ يقول له انا المقدم احمد حمدي، نازل للسيد المقدم احمد حمدي بضبط وتفتيش شخص ومسكن المتحري عنه لضبط ما يحوزه او يحرزه من اثار على ان ينفذ الحكم المره الامر المره واحده خلال تلقى. يقول له انت عاوز تاخد وقت قد ايه؟ يقول له ده جنبي هو ورا الاسم على طول. يقول له خد كده يا نازل ليه بضبط وتفتيش شخص ومسكن المتحري عنه على أن ينفذ الإذن لمرة واحدة، ودي ليها رجعة مرة واحدة. ليه مرتين؟ ما يتنفذ مرتين 5 ليه؟ لا هي مرة واحدة خلال 3 أيام تبدأ من ساعة وتاريخ الإذن. الإذن كان على ما صدر كان الساعة 11 على ما حصل الهبتة دي في قضية اتعرضت عليها كانت الساعة 11، يعني قدامه إيه؟ ساعة والراجل يبيع الحكم، وقال له ده ورايا. طيب خد الاسم وراح كاتبه، ووكيل النيابه وهو بيمليه كتب، لان المحكمه لا تعتد هتراقب ان كان في حاله ضروره ازاي الا اذا كان مكتوب، لكن مش بالبق مش بتلفون بس، لازم يكون ليها اصل وظل من الاوراق. وكيل النيابة يكتب محضر التحريات ويكتب الإذن اللي ملغه الضابط، والضابط هو كان كاتب محضر التحريات واتملى الإذن، بقى ده معاه ورقتين وده معاه ورقتين، يبقى ناقص ايه؟ ورقة التالتة اللي هي ايه؟ تنفيذ الإذن اللي هو محضر الضبط. لما تلاقي كده محضر ضبط اعرف انه مضمونه هو تنفيذ إذن النيابة العامة. راح واخد الإذن وراح حطه جنبه وراح نايم، وقام اتغدى شرب الشاي، وبعدين الساعة 5:30 بالليل قال للقوة تعالوا عشان نروح نضبط الراجل ده، وراح رايح قبض عليه الساعة 6 مساء من بيته ومعاه المشغولات الذهبية ومعاه الآثار ومعاه التابوت. ايه رأيكم في القبض ده؟ ليه؟ الله يفتح عليك. هنا هنا انت يا عم انت مش شاه، انت مش اوهمت المحقق انه هيبيع الحاجه بقى خلال 2 ساعة انا، وعشان كده انت استحصلت على اذن النيابه العامه بغير الطريقه الذي رسمه القانون. ما هو كان القانون بيقول لك ايه؟ يجب ان يكون الاذن مدونا بالكتاب، ده اصل الشراح حبت ان يفكوا التعقيدات دي ويفكوا الامور اللي هي جامده يفكوها شويه. قال لك لا، في حاله الاستعجال او الضروره يجوز ان يصدر الاذن شفهيا او برقيا. طيب لما خدته حد الساعة 6 ليه؟ يبقى إذن لا كان في بيع ولا شراء خلال 2 ساعة، وبالتالي لم يكن هناك حالة من حالات الضرورة أو حالة من حالات الاستعجال. وهنا يبقى هنا الدفع بقى، ما هو عشان كده بقول الأستاذ المحامي بيبقى أول ما تجيله جناية يبص على 3 ورقات دول،
محض التحريات وإذن النيابة ومحضر الضبط. أنا لقيت محضر الضبط موجود الساعة 6 مساء، فابتسمت طبعا. أنا أعرف أن القضية هتاخد براءة، أنا ما بقولش أن الناس هتاخد براءة، لا، أنا بقول القضية كويسة بس عاوز المجهود يعني. وأنت ما تقولش لأي حد جاي لك القضية ده هجيب لك فيها براءة، لا لا، اوعى، إياك، لأنك أنت الحكم هو حكم ربنا. القاضي ما تعرفش هيدي إيه، ده في قضاء كانوا بيدوا حكم رغم بطلان الإجراءات، ويقول لك يعني ده كيلو هيروين اللي قدامه، أيوه آه الإجراءات بطلة، بس يبقى يعمل استئناف. يبقى أنت ما تقولش الكلام ده. إذن هنا الدفع يبقى إيه بقى؟ بطلان القبض والتفتيش لبطلان إذن النيابة العامة. شفتوا بقى الفرق بين إيه؟ بطلان صدور إذن النيابة العامة لعدم جديد التحريات وعدم وجود جريمة قد وقعت بالفعل تبرر صدور الإذن، لا هنا بقى بطلان القبض والتفتيش لبطلان إذن النيابة العامة لصدوره بغير الطريقة الذي رسمه القانون، لصدوره بغير الطريقة الذي رسمه القانون. ليه؟ الله يكرمك، لانتفاء حالة الضرورة أو حالة الاستعجال. يبقى أنت كنت يعني أنت كنت إيه عملت إيه مع المحقق عشان تاخد؟ أنت أدخلت الغش عليه، قلت له ده هيبيع خلال ساعتين، أنت استكلفت أروح ثلاث ساعات واجي ثلاث ساعات، طب ما أنا أقول له ده هيبيع خلال ساعتين هيديهم لي كده. لا، هنا بنقول إيه في المرافعة؟ لقد أدخل الغش على مصدر القرار. يبقى إذن القرار اللي صدر بناء على غش من ضابط المباحث، يعني عشان يديله الحاجة عشان يستريح وينام لأنه مكسب، وعشان كده يقولوا إيه ده المحامين بيطلعوا براءة لأنهم بيمسوا الصدر. لا يا أخي، مش المحامين يا أخي، ده أنتوا يا أخي إما جهلة أو إنكم مش فاهمين حاجة، وإحنا قاعدين لكم يعني اعملوا صح. أنا ساعات بلاقي جناية صعب محكومة، وعشان كده دايما أقول إيه بتوع مكتب المخدرات لما بيعمل قضية بيعملها محترفين، بنفضل مزنوقين زي ما نكون متكتفين بحبال، مش عارفين ندخل من هنا ليه مسدودة وندخل من هنا ليه مسدودة، يعني بيعملوها شغلة صح. لكن للأسف الشديد بتوع ضباط المباحث اللي هم قاعدين ما بيبقوش فاهمين حاجة ولا قاريين شيء، فتبص تلاقيك في الآخر يقول لك إيه أصل المحامين هم اللي بيروحوا دافعين بالدفوع وهو اللي بيوازوا القضايا. هو المحامي لا بيكتب محاضرة ولا بيكتب إذن نيابة ولا حاجة. لكن أنت بنقول لكم اتقوا الله، لأن لو القضية دي كتبتها برعونة في قضية قتل انت ضيعت دم المقتول، لان احنا بناخد براءة في قضايا القتل بأخطاء. وعشان كده تبص تلاقي وانتم محضرين في قضايا القتل وكين نيابة صغنن كده لسه مساعد نيابة بيحقق فيها، طب ولا يفهم حاجة ولا يفهم حاجة. يروح رئيس النيابة كاتب له خمس أسئلة يروح حاططهم في الدرج وفتح الدرج قدامه ويسأل المتهم، يخلصوا بيقول لهم طب دقيقة واحدة أخش الحمام بس، ويجيب خمس أسئلة تانية من رئيس النيابة. طب ده ينفع الكلام ده؟ وبعدين نرجع تاني نقول أصل المحامين هم اللي بيبوظوا القضية. لا يا أخي، اتقوا الله يا أخي عشان كل واحد ياخد الحكم اللي يصيبه. تعالوا في الركن التاني من أركان إذن النيابة العامة، هنا يجب أن يثبت المحقق اسمه وتوقيعه والجهة التابع ليها، والجهة التابع لها، يعني يقول ايه انا احمد محمود وكيل نيابة السيدة زينب،
ليه؟ لأنه لا يجوز أن يصدر المحقق أي إجراء من إجراءات التحقيق خارج نطاق اختصاصه المكاني. لا يجوز للمحقق أن يصدر أي إجراء من إجراءات التحقيق، لا إذن بالضبط ولا إذن بالتسجيل ولا إذن بالتصوير ولا يصدر أي حاجة ولا معاينة لأي مكان خارج نطاق اختصاصه. لا يجوز للمحقق أن يصدر أي إجراء من إجراءات التحقيق خارج نطاق اختصاصه المكاني، ولا يؤمر بالقبض على حد خارج نطاق، لأن القبض الضبط والقبض إجراء من إجراءات التحقيق. لا يجوز أن يصدر المحقق أي إجراء من إجراءات التحقيق خارج نطاق اختصاص المحامي أصل عام، ولكن يجوز استثناء من الأصل العام، أن يصدر المحقق أي إجراء من إجراءات التحقيق خارج نطاق اختصاصه المكاني بشرط أن يكون هذا الإجراء اللي هيصدره خارج نطاق اختصاصه المكاني، أن شرط أن يكون هذا الإجراء مرتبط بتحقيق مفتوح أمام، إزاي؟ السيد وكيل النيابة لإسم السيدة زينب بيحقق قضية قتل، ولما بيحقق قضية قتل فتح التحقيق مع المتهم وسأله وقال له واعترف المتهم بالقتل، وقال له أنا لأنه شتمني وهني في وسط الناس فأنا رحت بالسكينة ورحت ضربه. قال له أين سلاح الجريمة؟ قال له سلاح الجريمة بصراحة هو أنا خبيته في شقة أختي في مصر الجديدة. القضية بدون سلاح الجريمة تبقى كل واحد ماشي برجل واحدة، لأن ما فيش واحد اسمه بيقتل بالكلام، لازم سلاح الجريمة. طيب المتهم اعترف وقال سلاح الجريمة في شقة أختي اللي في مصر الجديدة. هنا السيد المحقق طالما أنه فتح التحقيق يبقى يأذن بضبط وتفتيش شقة شقيقة المتهم لضبط السلاح المستخدم في الجريمة محل الدعوة أو محل الجناية رقم كذا. لكن لو ما فتحش التحقيق قاعد يتكلمه ويقول له أنا مش هفتح حاجة معاك وقول وأنا هحاول أساعدك بس قول لي الحقيقة، وما فتحش حاجة. قعد يحكي له وبتاع وقال له الوضع كذا وانا حطيت السلاح في شقه اختي وبتاع، يروح مدي اذن بضبط وتفتيش شقه اخته وضبط السلاح المستخدم. ادي الحالتين هنا. يبقى عشان السيد المحقق عشان يصدر اي اجراء من اجراءات التحقيق خارج نطاق اختصاصه المكاني يجب ان يكون فتح تحقيق، ودي اتعرضت علينا القضيه دي في دمنهور واتمسك صندوقين من الحشيش جايين من رشيد واتقبض عليهم عند في حتة دمنهور على ما كانوا طالعين في الفجر، ولما النور شقشق عليهم حودوا على قعد القهاوي يشربوا شاي ويفطروا بتاع، وكان المكتب كان متابعهم وقبض عليهم وخدهم ولقى جايبين سمك وتحت السمك طبعا اكياس الحشيش، وكان حوالي 55 كيلو حشيش. وبعدين خدوهم وخدوه على السيد وكيل النيابة
صغير السن اللي مش فاهم ومش قارئ ومش باحث. فقعد يقول له ايوه يا محمد، كان ثلاث متهمين يا محمد، يقول له يا فندم والله ده احنا جزارين عند المعلم فلان الفلاني في عين شمس في القاهرة، واحنا ده احنا جزارين والله، ده قال لنا هاتوا السمك من عند فلان الفلاني من رشيد، وبعدين حولنا نفطر واتقبض علينا وما نعرفش ايه اللي موجود في الحاجة دي، وحيدينا كل واحد 50 جنيه. الكلام اللي بقوله لكم من 17-20 سنة، وحيدينا كل واحد مبلغ ده هوت مقابل ان احنا نيجي ناخد. قالوا طب وانت يا احمد ايه الوضع، وما فتحش تحقيق. وبعد كده راح اصدر اذن بضبط وتفتيش المعلم فلان الفلاني، لا داعي لذكر الاسم عشان ما يكونش حد ساكن في عين شمس. فطبعا راح ادى الاذن بضبط فلان الفلاني وتقديم، والضابط بتاع المكتب المخدرات خد الاذن وراح قبض على معلم فلان، وجابوا الى نيابه دمنهور واتحقق معاه، وتم الدفع ببطلان القبض على المتهم الاول، وكان هو اتحط المتهم اول، بطلان القبض والتفتيش للمتهم الاول لصدور الامر من غير مختص، لانه لا ما كانش فتح تحقيق، لان اول ما جه المعلم وجه في النيابه فتح التحقيق بيه هو، ولم يكن هناك تحقيق مفتوح، وبالتالي لا يجوز للمحقق ان يصدر اي اجراء من اجراءات التحقيق خارج نطاق اختصاصه المحامي، الا اذا كان هذا الإجراء مرتبط بتحقيق مفتوح أمامه. الركن الثالث، يجب أن يثبت المحقق ساعة وتفريخ الإذن ومدته. ليه؟ إحنا هنا قلنا الإذن بيكون إما 24 ساعة أو 3 أيام أو أسبوع أو شهر أو 3 أشهر، زي ما هو المحقق بيقول لضابط المباحث أنت يكفيك قد إيه. إذا كانت بتاعت مكتب المخدرات فمكتب المخدرات له الاختصاص العام، مش زي ضابط مباحث سيدة زينب ملوش الاختصاص سيدة زينب بس، لكن مكتب المخدرات من طبقا للقانون له الاختصاص العام انه يتحرى في اي محافظه ويتحرى في اي حاجه ويضبط اي حاجه وينفذ اذن النيابه في اي محافظه من المحافظات. فحضراتكم هنا للاسف الشديد قضي ببراءه المتهم الاول، والمتهمين الاخرين خدوا كل واحد 7 سنوات. يعني اذا وكيل النيابه اللي ما كانش قارئ ولا فاهم كان سبب في ان المتهم او صاحب المخدرات الحقيقي يخرج عشان يجيب ناس تانيين ويتاجر في المخدرات تاني، وبعدين يقولوا لا انتوا اللي غلطانين وانتوا اللي اصلا المفروض تكونوا باحثين وتقرأوا قبل ما تكتبوا اي حاجه. ساعة حضراتكم الإذن يبقى 3 أيام. هنفترض إن الإذن هنا ضابط المباحث أثبت في محضر تحرياته، اتصل بي أحد مصادر سرية وأبلغني أن فلان الفلاني يتاجر في المواد المخدرة ويتخذ من مسكنه مكانا لمقابلة عملائه، أو لا بعد اذنكم ما ينفعش كده الخروج دلوقتي والمساعده عايز محاضره، ما ينفعش خالص ابدا. لا لو مش عايزين ما فيش مشكله، يعني اللي عايز يقعد اتفضل، انما الخروج كده ما ينفعش، ده احنا في محاضره ومحاضره عمليه.
ما ينفعش كده. ده ملوش يعني ملوش اي مسمى يعني. اقفل يا مصطفى الباب. انا مش خلي بالك احنا مش هنفرض على حد انه يقعد. لا. ده موجود انتوا حريصين اكتر مني. حضراتكم السيد المحقق جاله محضر التحريات، فيه الضابط كتب فيه، اتصل بي احد مصادر السريه وابلغني ان فلان الفلاني يتجر في المواد المخدره وانه بيتخذ من مسكنه مكانا لمؤبده عملائه ولتخزين المخدرات، وانه يحوز حاليا كميه من المواد المخدره في مخزنه. وعليه ساتوجه للسيد وكيل النيابه المختص لاستصدار اذن بضبط وتفتيش شخص ومسكن المتحرك. الكلام ده كان الساعه 10 يوم 1/1/2018. اذن النيابه العامه قال له ناذن للسيد النقيب او الرائد او المقدم فلان الفلاني بضبط وتفتيش شخص ومسكن المتحرك لضبط ما يحوز من مواد المخدره، على ان ينفذ الاذن لمره واحده خلال 3 ايام تبدا من ساعه وتاريخ الاذن. حضراتكم خد الاذن، وهنا دي حاجه مهمه قوي. عشان ياخد الاذن خدم الساعة 12 الظهر يوم 1/1/2018. خد الاذن، اصدر السيد المحقق الاذن بعد ايه؟ بعد ان تأكد من توافر شرطي الاصدار، تحريات جدية سابقة على الاذن، ان تكون هناك جريمة قد وقعت بالفعل تبرر صدور الاذن. دول عشان يصدر السيد المحقق اي اذن لازم يتاكد من توافر الشرطين دول يصدر الاذن، لان لو اصدر الاذن دون توافر الشرطين شرطي الاصدار او احداهما صدر الاذن باطل. خد الاذن ينفذه امتى؟ ينفذه الساعه 12 ودقيقه، الساعه 12 وثانيه، ده تنفيذ الاذن. يعني ياخد الاذن والقوه تحت موجوده تحت النيابه، ياخد بتاعه ويطلع ينفذ. طيب عشان نعرف او عشان انت تعرف ان الاذن ده تنفذ خلال المده ولا بعد المده ولا قبل المده، يبقى لازم تعرف ان الاذن ده ينتهي امتى. احنا قلنا الاذن صدر الساعة 12 ظهر يوم 1/1/2018. احنا قلنا ينفذ الاذن ساعة صدوره. طيب ينتهي الاذن امتى؟ يبقى لازم نحسب مدة الاذن. حساب المدة نرجع للقواعد العامة في قانون المرافعات وقانون الإجراءات. تحسب المدة من اليوم التالي لصدور الإجراء. صدر الساعة 12 الظهر يوم 1/1/2012، يبقى نحسب بقى 2/3/4/1. الساعة 12 الظهر يوم 4/1/2018. خلوا بالكم من حساب المدة، وعشان في بعض زملائي كنت اقول له يعني طب احسب لي كده الاذن ينتهي امتى؟ يقول لي وصدر امتى؟ اقول له الساعه 12 يوم 1/1/2018، يقول لي يبقى 1/2، يقول لي ما هو صدر الاذن يوم 1 يعني نعد 1 بتاع ده. لانه بيتحسب المده ازاي؟ من 1/1/2/1 ادي 1 يوم، ومن 2/1/3/1 ادي 2، ومن 3/1/4/1 ادي 3. دي بالبلدي يعني.
انا ما كنتش عاوز اقولها لكن انا قلتها هي بالبلدي كده. يبقى طبقا للقانون تحسب المدة من اليوم التالي لصدور الاجراء. طيب تعالوا بقى حضراتكم، السيد رئيس المباحث خد الاذن يوم 1/1/2018 وعاوز ينفذه، راح رايح الساعة 6 بالليل ينفذ الاذن، ما عنده 3 ايام. راح الساعة 6 يوم 1/1 6 مساء يوم 1/1/2018 ينفذ الاذن، وراح مخبط الباب فتح له المأذون بضبط وتفتيش المتهم اصلا المتحري عنه، وقال له انا فلان الفلاني رئيس مباحث الحته الفلانيه وانا معايا اذن بالضبط والتفتيش. قال له اتفضل فتش وفتش الناس اللي موجوده والاوض ما لقاش حد. فقال له هجيلك تاني. هنا احنا قلنا الاذن ينتهي امتى؟ الله يفتح عليك. الاذن ينتهي امتى؟ يوم 4/1/2018 الثلاث ايام تنتهوا. هو الساعة 12 الظهر، هو بعد ما لقاش حاجة يوم 1/1 ومشي، راح رايح يوم 4/1 الساعة 6 الصبح وراح كاسر الباب ودخل عليه ولقى قاعد بيقطع في الحتت ويقطع ارباع ويحط التكمان ويحط قرش كده عشان التجزئه للشريبه اللي بيشربوا زفت ده. قال له مش قلت لك هاجي لك تاني؟ ايه رايكم في القبض عليه؟ ليه؟ الله يفتح عليك. هنا 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 القانون قال ايه؟ الاذن مره واحده بس. الاذن يتنفذ مره واحده بس. لقيت مخدرات ولا ما لقيتش انت نفذت الاذن. هو الاذن يقول لك ايه؟ نأذن لفلان الفلاني رائد فلان الفلاني بضبط وتفتيش شخص ومسكن. بالضبط والتفتيش، الضبط في حاله وجود الجريمه والتفتيش ما لقاش حاجه، يبقى خلاص ارجع خلاص. لكن مش لازم ان انت تلاقي المخدر، مش لازم ان انت تلاقي سلاح الجريمه، مش لازم ان انت تلاقي اثار، مش لازم ان انت تلاقي سلاح بنديه آلي. لا، انت قمت نفذت الاذن تنفيذا لاذن النيابه العام بالضبط والتفتيش، خلاص اتنفذته ورجعت. طيب تثبت ازاي ان الضابط نفذ الاذن للمره الثانيه لما قبض على الراجل؟ ها وايه تاني؟ الله يفتح عليك. وشهود ايه تاني؟ الله يكرمكم كده 100% اللي انتوا الله يعني ما شاء الله عليكم. هنا المره الاولانيه يوم 1/1/2018 لما جه الضابط وينفذ بيبقى جاي معاه عربيه شرطه وعربيه امن مركزي عشان لا يضرب بالنار ولا بتاع، بيبقى جاي عامل هيصه في الحاره وفي الشارع في المناطق الشعبيه اللي هي بيتخفى فيها ضباط تجار المخدرات. فاول ما بيجي حد زي كده قدام بيت بتلاقي رؤوس طلعت من قلب الشبابيك والبلكونات عايزين يشوفوا ايه بيحصل. يبقى اذا اول حاجه بعد الناس والظباط ما بيمشي بيجي المتهم بيتصل بضابط الشرطه، بيتصل بالمحامي بتاعه بيقول له يا فندم ظباط المباحث جم وعملوا كذا وفتشوا عندي اعمل ايه؟ قال له اول حاجه تبعت تلغراف، وحاجه ثانيه ابعت تلغراف لايه بقى؟ لاهل السلطان، لاهل مصدر القرار اللي هو وزير الداخليه والنائب العام، وتعمل محضر باثبات الحاله. ثلاثه تاخد معاك شهود
في المحكمة. حضر شهود من دلوقتي حتى لو كتبوا إقرارات موثقة في الشهر العقار إن إحنا شفنا الضباط جم وعملوا وفتشوا وفي بيت فلان الفلان. هاتهم من دلوقتي. الأمر الرابع والأخير دفتر اللي هو دفتر الأحوال أو بنسميه إحنا الدفتر الإداري بتاع الاسم. اوعى تطلبه غميضي، اوعى تطلبه غميضي، ساعات بيبقى ضدك. ما تجيش قدام القاضي وتقول أنا بطلب ضم دفتر الأحوال، ساعات بيبقى ما مش هيفيدك. إزاي مش هيفيدك؟ حضراتكم ضباط المباحث بدأوا ياخدوا بالهم من الحتة دي. كان الأول أيام ما كان في أخلاق قبل 20-25 سنة كان ضابط المباحث قبل ما يقوم ينفذ الإذن يثبت نفسه في محضر الأحوال. فلان الفلاني قمت والقوة المرافقة لي لتنفيذ إذن النيابة العامة بضبط وتبتيش الشخص ومسكن المتحرى عن فلان الفلاني المقيم في المكان الفلاني بالحدة الفلانية باسم تبع كذا. يكتب. راح بقى لقى ملقاش خلاص. دلوقتي مبقوش يعملوا كده. دلوقتي يطلعوا بدون ما يثبتوا نفسهم في محضر في دفتر الأحوال. لو قبضوا على الواد متلبس او معاه مخدرات بناء على الاذن وهم راجعين يثبت حضوره قيامه ويثبت يستنى شويه يثبت ايه بقى يروح جاي ثابت. ما هو الورق وراءهم والدفاتر دفاتره. ما انا هقولها لك بس يروح عامل ازاي. يروح كاتب الاذن انه تنفيذ الاذن نيابه العامه الساعه كذا. يثبت الساعة إذا كان 5 ورجع 6 يقول أنا قمت 6 ويسيب دفتر الأحوال. يتعمل كذا محضر من ناس آخرين وبعد ما تيجي 8 يقول عدت من تنفيذ المأمورية. فإذا لو أنت جبت دفتر الأحوال وما لقيتوش إنه نفذ تطلبه. طب تعرف ازاي؟ في مكاتب الجنايات او المحامين المتخصصين في الجنايات بيشغلوا معاهم البلوكامين المباحث اللي بيطلع المعاش كده. يبقى هو بيبقى على اتصال بالاستاذ المحامي الكبير ده بيجي يشتغل عنده بيشغله في الامور دي. يقول له شوف لي اسم الضرب الاحمر دفتر الاحوال يوم كذا هو قام ينفذ الاذن في 1-1 الساعه 6 مساء. يقول له من الساعة 6 للساعة 12 بالليل شوفي سبت قيامه بالمأمورية ولا ما سبتش. يشوف الكلام ده يقول له لا ما سبتش. يبقى هنا بالضم ما تضمش ولا تطلب أبدا لأن هيعمل لما قام المرة الثانية وضبطه هي دي المرة الأولى اللي سبتها. لكن هتثبتها أنت بإيه قبل كده؟ هتثبتها بالشهود وهتثبتها بمحضر وهتثبتها بكل الامور دي. لكن اياك انك تطلب دفتر الاحوال وانت عارف انه ما سبتش قوامه بالماموريه. لان يشترط عشان تضم دفتر الاحوال انك تلاقي ضابط المباحث انه ثبت القيام ليه. وبعدين ما تقولش انا طالب الدفتر ليه؟ يعني لقيت الضابط انه ثبت الضابط ثبت المأموريه قيامه بالمأموريه الساعه 6 يوم 1-1 ما تقولش للقاضي انا بطلب ضم المحضر لانه يا فندم مش مثبوت كذا. يتغير الدفتر. لكن ما تقولش يقول له فندم احنا عاوزين نضم الدفتر. يقول لك ليه؟ يقول له لان احنا حاسبت قدام حضراتكم امور كتير هيثبت براءه الراجل بتاع. ما تقولش لاني ضباط المباحث دائما وديت انا بقولها لحضراتكم خصوصا هم ضباط المباحث ما بقوش يعملوها كتير ان يحضروا يبعتوا حد يحضر في الجلسه في قضايا من اللي تبع للإقسام. لكن مكتب المخدرات بنلاقيه باعت مندوب قاعد ورا
للقضايا عارف القضايا بتاعته منظورة يوم ايه قدام الدائرة الفلانية، بيروح جايب واحد ويشوف الأستاذ حمدي أو الأستاذ عمر بيدفع بالدفوع الايه واتكلم ايه، يثبت كل الكلام ده ويتلافوها. وعشان كده أنا بقول لما بيكون مكتب مخدرات بيكتب بيعمل قضية بيعملها محكومة لأنها بتبقى قليلة الثغرات، لكن لما بيبقى فيه توفيق ربنا بيبقى الحاجات دي ما بتبقاش قدام. أنا آخر جملة هقولها لكم في قضايا المخدرات، حاجة اسمها الإعفاء بالإبلاغ. الإعفاء اللي يبلغ يتعفى من العقوبة إزاي؟ المادة 48 هنا من قانون المخدرات عمل مكافأة للي يبلغ السلطات عن تجار المخدرات، بس المادة دي قالت ايه؟ قبل علم السلطات بالجريمة، يعني تبلغ السلطات قبل علمها هي بالجريمة، قبل ما تعرف حاجة عن القضية او قبل ما تعرف حاجة عن الموضوع ده، واحد يروح مبلغ الكلام ده بيعفى حتى لو كان هو احد المتهمين. هنا القانون بتاع المخدرات قال لك مش شرط انه يعترف على نفسه بالجريمة، لا. طيب لو هنا السلطات علمت بالقضية وقبضت على ثلاثة انفار منهم المبلغ ده، راح جاي وقال للضباط الشرطة انا يا فندم اعرف ان في تاني المعلم فلان ما تقبضش عليه، والصبي بتاعه كذا والوكيل بتاعه كذا، في ثلاثة تانيين هم المفروض كانوا صحاب المخدرات دول، لو اتقبض عليهم فعلا وكانوا احد المشتركين في الجريمة هنا بيعفى. هنا القانون قال لك ايه؟ مش لازم انه يعترف. وبعدين في فرق بين الابلاغ والاعتراف، يعني لما يحقق معاه القضية. طيب قضية المخدرات في عشان تقول الكلام ده، طيب هنا الإعفاء القانون قال إنه إعفاء شخصي لا يستفيد به إلا المبلغ بس مش المتهمين. طب افرض بلغ وبعدين اتقبض على الناس واتقبض عليهم بالمخالفة للقانون لبطلان صدور الإذن أو بطلان الإذن، ما يهمش برضه يعفى، يعني حتى لو طلعوا براءة هو يعفى برضه، لأن العبرة بالإبلاغ. هنا القانون قال له إنك تبلغ لأنه أنت بتحقق خدمة للعدالة، يبقى اللي هيبلغ. طيب هل ممكن واحد بس اللي يبلغ في القضية؟ لا، لو اتنين ممكن، لو ثلاثة ممكن. وفي قضايا يعني قضية المخدرات الكبرى بتاع اسكندرية كان فيها 24 واحد، يعني مش ممكن ثلاثة يبلغوا، بس التبليغ إما يقبض على المتهمين أو يقبض على باقي المتهمين. يقبض على المتهمين قبل علم السلطات طبقا للمادة 48 من قانون المخدرات، يعني يروح قايل، يروح كاتب ورقة كده ويبلغها لمكتب المخدرات، فلان الفلاني بيتاجروا في المواد المخدرة وكان معاهم مخدرات وحاطينها في البيت، ويتقبض عليهم. ادي واحد يعفى حتى لو اتقبض عليه. طب لو اتقبض عليه ومع الناس التانية، قالوا لو اتقبض عليه وبلغ الابلاغ ده يتسبب في القبض على باقي المتهمين، قالوا يعفى. طب واحد بس اللي ممكن يعفى، قالوا لا، ممكن واحد او اتنين. حضراتكم الكلام في قضايا المخدرات كتير، لكن الدفوع اللي أنا عرضتها قدام حضراتكم ديت أنا بنعيدها عشان آخر حاجة أنتوا تكونوا اللي ما كتبش هنا الدفع ببطلان القبض والتفتيش ببطلان صدور إذن النيابة، الدفع ببطلان القبض والتفتيش لبطلان إذن النيابة العامة،
الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس، الدفع ببطلان القبض والتفتيش لعدم معقولية الوقعة ولشيوع الاتهام. أتمنى من الله إني ما كنش تعبتكم معايا. دعائي ليكم، وفقكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.